السلام عليكم، انا ميمون الطهري من سكان جماعه ولاد ستوت وبالضبط دوار عين الدب. اتينا اليوم الى هنا من اجل من نيابه عن سكان دوار عين الدب لتقديم طلب الى جميع السلطات، بحيث ان دوار عين الدب الذي نجده منذ 35 سنه والذي يتوفر عن تجمع سكاني كبير يقدر بحوالي ازيد من 300 اسره، ولا يتوفرون على ابسط الامور، لا يتوفرون على الاناره، ولا يتوفرون على المرافق الصحيه، ولا يتوفرون على الماء الصالح للشرب. رغم المجهودات التي قدمها السكان والتي تمثلت في تقديم مجموعه من الطلبات الى السلطات المحليه، الا انه لم يكن هناك رد ولو مره واحده. فهناك مجموعه من الطلبات قدمناها هذا الاسبوع الى كل طلب الى السيد محمد الطيبي بصفته رئيس للمجلس البلدي بزيو وبصفته نائب برلماني عن الجهه، وكذلك طلب الى السيد محمد الكريمي بصفته رئيسا للمجلس القروي، وكذلك طلب الى السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم الناظور، ثم طلب الى رئيس المجلس الاقليمي. كل هذه الطلبات هدفنا الوحيد منها هو الحصول على الاناره الكهربائيه، وذلك بربط منازل دوار عين الدب باسلاك واعمده الكهرباء. وشكرا. قدمت شي عارضه؟ وجدتوا شي عارضه على اساس انهم السكان ولا؟ نعم، كاين عندنا عارضه تحمل ازيد من 270 توقيع، كلها لساكنات دوار عين الدب. وحاليا ما كاينش شي رد من الجماعه حول الموضوع ولا ما كاينش اي ردود؟ الى حد الساعه ليس هناك اي رد. ردهم هو يدعون بان مشكله دوار عين الدب تتجلى في مشكله العقار، اذ يقولون ان المشكل ما زال مطروحا في المحكمه، ولكن كما اعلم ان الاناره العموميه لا علاقه لها اذا يجب توفير الاناره في حين ايجاد مشكل لحل العقار. قلتوا لنا سابقا انه اتصلتوا بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب ديال الماء الصالح للشرب وما كانش اي اجابات بالخصوص. نعم، كاين ما كانش اجابات المكتب الوطني للكهرباء، يعني امرنا باش نتوجهوا للسلطات المحليه وخاصه الى المجلس القروي من اجل التدخل والتصريح بالدوار لوضعها على الخريطه، ليتمكنوا بعد ذلك من ايصال الكهرباء الى الساكنه. في الانتخابات الجماعيه السابقه فاش كان المرشحين ديال الجامعه القرويه لولايه ستوت وكذا، ما وعدوكمش ما تلقيتوش باي وعود من انكم توصلوا بالكهرباء والماء الصالح للشرب للجماعه؟ نعم، بطبيعه الحال ان هذه وعود يعني للاسف تتكاثر ونسمعها اثناء فتره الحمله الانتخابيه. كل يدعي ذلك، لكن بمجرد ما يأخذون الأصوات ويحصلون على المقاعد يذهبون بلا رجعة. حتى في الانتخابات التشريعية الأولى ديال البرلمان؟ نعم، كذلك نفس الشيء. حيث سبق أن السيد المنصوري كرئيس رئيس للتجمع الوطني للأحرار زار الدوار بأم عينيه ووعدنا بذلك، لكنه لم يفي بعد. ثم السي محمد الطيبي ممثل الجهه نائب البرلمان لقيمة الجهه نفس الشيء، زار الدوار ووعدنا ازيد من 3 مرات وهو يوعدنا بانه سيفي، ولكن لم يفعل. هذه الحركه اللي سبقتوها دابا حاليا انكم حاولتوا انكم تقدموا طلبات للعامل والمجلس الاقليمي وكذا، واش لحد الساعه ما كانش اي ردود بخصوص الامر، ولا كتنتظروا شي حاجه جديده من العامل الجديد للاقليم؟ من طبيعه الحال هذا هو العامل اللي حفزنا باش نقدموا هذه المجموعه ديال الطلبات. كنتظروا من السيد العامل الجديد يتدخل في هذه القضيه ويلقاو حل المشكل. اذا كان الامر كيتعلق بالعقار يلقاو له حل، كان الامر كانت مشكله اخرى كذلك. والعامل السابق ديال الاقليم ما حاولتوش انكم تتصلوا به او تراسلوا؟ لا، بصراحه لا، قدمنا مجموعه من الطلبات للسلطات المحليه، اما السيد العامل لا. يعني هذه اول مره كتخدموا فيها الطلب بالنسبه للعمله؟ اي بالنسبه للعمله وبالنسبه للمجلس الاقليمي. سيدي شكرا. لا شكرا.